يتطلع الشارع التركي إلى ترجمة حزب العدالة والتنمية للوعود التي تعهد بها خلال حملته الانتخابية، وانقسم الأتراك بين من تحلى بالثقة في قدرة الحكومة على تنفيذ خططها وبين من اعتبر هذه الوعود مجرد دعاية انتخابية. المزيد مع عدنان الطاهر. بدا الانقسام واضحا في الشارع التركي بين معارضين لسياسات حزب العدالة والتنمية يرون في برنامج عمله مجرد وعود كثيرة غير قابلة للتنفيذ، ومؤيدين يثقون بأداء الحكومة المقبلة. حزب العدالة والتنمية لن يحقق أي شيء من الوعود التي قطعها، تلك كانت مجرد دعاية انتخابية لكسب الأصوات. نثق بحزب العدالة والتنمية، ومن المؤكد أنهم سينفذون كل الوعود التي أدلوا بها، لكن يجب أن نمنحهم بعض الوقت. وتشمل وعود حزب العدالة والتنمية ملفات عديدة، أهمها رفع الحد الأدنى لأجور العمال والمتقاعدين، ودعم المشاريع الشبابية، وإعطاء منح مالية للطلبة، وتحسين شروط عمل المرأة، والنهوض بالاقتصاد الوطني الذي شهد بعض التراجع خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.